الباب الثاني، الحروف مع الحركات والسكون. الدرس الثاني، الكسرة. إي بي تي في جي حي خي دي ذي ري زي سي شي صي ضي طي ضي عي غي في قي كي لي مي ني هي وي يي. أمثلة الكسرة: المربع الأول ي، المربع الثاني ي إي ي إي، المربع الثالث ي إي ي إي س ي إي س، المربع الأول أ، المربع الثاني أ جي أ جي، المربع الثالث أ جي أ جي د أ جي د، المربع الأول ر، المربع الثاني ر حي راحي، المربع الثالث ر حي راحي ما راحي ما، المربع الأول ب، المربع الثاني ب خي ب خي، المربع الثالث ب خي ب خي لا ب خي لا، المربع الأول ر، المربع الثاني ر دي ر دي، المربع الثالث ر دي ر دي ف ر دي ف، المربع الأول ش، المربع الثاني ش ري شاري، المربع الثالث ش ري شاري ب شاري ب، المربع الأول ف، المربع الثاني ف زي ف زي، المربع الثالث ف زي ف زي ع ف زي ع، المربع الأول ن، المربع الثاني ن سي نسي، المربع الثالث ن سي نسي ي نسي ي، المربع الأول خ، المربع الثاني خ شي خاشي، المربع الثالث خ شي خاشي ي خاشي ي، المربع الأول خ، المربع الثاني خ طي خاطي، المربع الثالث خ طي خاطي ف خاطي ف، المربع الأول ما،
المربع الثاني ما عي ماعي المربع الثالث ما عي ماعي يا معي المربع الأول س المربع الثاني س في سافي المربع الثالث س في سافي ها سافيها المربع الأول ب المربع الثاني ب قي باقي المربع الثالث ب قي باقي يا باقية المربع الأول ع المربع الثاني ع لي عالي المربع الثالث ع لي عالي ما عالي ما المربع الأول س المربع الثاني س مي سامي المربع الثالث س مي سامي ع سامي ع المربع الأول ش المربع الثاني ش هي شاهي المربع الثالث ش هي شاهي د شاهدة